كم عدد الوفيات بمستشفى العدان مقارنة مع المستشفيات الأخرى؟ ماشي. عند 30 سنة ما بيهدرون مني من إهمال الدكاترة والعموم اللي هنا نايمة فيه من تلك قطة فيروس. كم الأخطاء الطبية بمستشفى العدان مقارنة بالمستشفيات الأخرى؟ ماشي. وحالات الوفيات. عندي شهادتين وفاة لمريضين توفوا في العناية المركزة. الفحص الفيروسي يبين إصابتهم بالإنفلونزا، لكن شهادة الوفاة لم يتم ذكر أبداً عن هذا الفيروس. أنا كتبت تغريدة واحدة تكلمت فيها عن وفاة معلمة كويتية اسمها الأخت نوال كندري رحمة الله عليها. نزلنا تغريدة، من التعليقات ادخلوا داخل التعليقات راح تلقون واحد يقول نعم أنا أمي ماتت بنفس الموضوع. لما يتكلم عن مستشفيات المفروض ما تتكلم وانت عدرة واحد. ماشي. مفروض احنا قاعد انت تتكلم عن مرض شكرناكم بالبداية، مستشفى العدان روح شوفه. مستشفياتنا تئن من وجود فيروسات في بعض المواقع وخصوصا غرف العناية المركزة. مستشفى العدان اقدم مستشفى بالكويت مع الاسف، واكبر واسوأ مستشفى الان. اي ذل اكثر من انك انت تقتل نفس بريئة. اسوأ مستشفى. في ناس دشت العناية المركزة كانت تتكلم ما فيها شيء، انتكست إلى المقبرة. أكثر الوفيات مستشفى العدان. ليش؟ الفيروس من وين جاء؟ إحنا عندنا مشكلة حقيقية في المستشفيات. كل يوم نسمع أكبر مستشفى فيه أخطاء، أكثر عفواً مستشفى فيه أخطاء طبية هو مستشفى العدان. ليش كثرة الأمراض مستشفى العدان؟ إذا المستشفى هذا فيه وباء سكره.